تما كتقول بان الحياه تقدر تكون زوينه في بعض اللحظات، الا انه كيخرجوا لك شي ناس كيديروا شي جرائم ما يتصوراش العقل، ما كتدخلش العقل بصفه نهائيه. هاد المره غادي يمشيو للجزائر، واحد البنت سميتها شيماء، فاش كان في العمر ديالها 14 عام تعرضت للاغتصاب. هي ما سكتاتش، مشات قالتها لوالديها. اشنو داروا والديها في ديك اللحظه؟ مشاو ديكلاراو للبوليس. مشاو عند البوليس قالوا ليها هاد البنت هادي تعرضت لاغتصاب من طرف واحد الشخص. شدوا داك اللي اغتصبها، حكموا عليه بثلاث سنين. والديها ما سمحوش ليه، قالوا لي لا ما غاديش نسمحوا لك. تشد بثلاث سنين، ولكن هو فاش كان في الحبس كان تقريبا نفسه حاره، يعني وحله ليه هنا ما تقبلهاش. اشنو دار؟ دوز ديك ثلاث سنين، خرج من الحبس، هو في النيه ديالو انه يعاود يغتصبها. شنو دار؟ شو الطريقه باش دخل العائله ديالها، عائله ديال نفس البنت اللي اغتصبها، مشى عندهم لدارهم قال لهم السلام عليكم. العائله ديالو استغربات، قالت له واش دوزتي الحبس؟ قال لها عفا الله عما سلف، انا جاي نطلب منكم السماحه. والديها داروا فيه الثقه، طلبوا منه يعني قبلوا انه يقبلوا داك السماحه ديالو. ومن بعد مع مرور الايام بدا كيدخل بشويه بشويه، كيدخل عندهم الدار، كيخرج بحال ما وقع والو، ولكن هو كانت في النيه ديالو انهم غير يغفلوا. في واحد النهار صافي تا شاف بان العائله ديالو تايقع فيه، ديك شيماء تاهي تايقع فيه. اشنو دار؟ شد شيماء داها لواحد القنت، قال لها يلا نمشيو نوريك شي بلاصه. شيماء تاقش فيه، قالت لي يلا. ما عرفت، قال لها نمشي نجيبو شي حاجه وانا ماشي بارتيات، قالت لي يلا. فاش مشى داها لواحد البيت ولا ما عرفت واحد الدار ماجوره، اغتصبها، حرقها وقطعها طرف طرف. اشنو هذا؟ اشنو غتقول عليه؟ واش حيوان مفترس؟ حيوان مفترس كيصيد الفريسه ديالو باش انه ياكلها. هذا راه ماشي بنادم، هذا راه شي حاجه بزاف. نورمالمون تهز يديك على بنت راه انت ماشي راجل، ولكن تغتصبها، تحرقها وتقرضها. اش واش هذاك حجر اللي عندك؟ ماشي قل الحجر ومازال كيحس. جريمه اخرى وقعت في الاردن. واحد الاخ كان في العمر ديالو 16 عام، كان غادي في الشارع، شدوه واحد العصابه تقريبا 10 ديال الناس. شنو داروا ليه؟ قطعوا ايديه، تقبوا عينيه ولاحوه. شنو داروا بديك اليدين؟ شدوهم داروهم في بواطه وعطوها للام ديالو، صيفطوها ليها. شنو تقول على هذا؟ شدوهم في الحبس، اشنو قالوا لهم؟ قالوا لهم علاش درتوا لهذاك الدري، علاش درتوا ليه هكا؟ قالوا لي بان باب داك الولد قتل واحد منهم، واش ينتقموا؟ داروا الابن ديالو هكا. ولكن بلاتي، اشنو ذنب الام؟ خلي الام، اشنو ذنب الدري اللي في العمر ديالو 16 عام؟ الاب دار ليكم شي حاجه، خليكم بينكم بين الاب، اش دخل العائله؟ شي واحد مثلا كيكون عنده حساب مع شي واحد اخر، اشنو كيدير؟ كيمشي لولده ولا باه ولا جدو ولا عمته، بينك وبينو حساب، ما عمرك ما تدوز لشي شخص قريب ليه. نخليكم مع التصريح ديال الام، شوفوا شنو قالت. خطفوا هذول المجرمين، هادو استدرجوا في باص وسياره، كانوا 8 اشخاص بالباص وفي سياره كمان كانوا فيها 4. اخذوا ابني ضربوه هو في السياره، بعدين اخذوه على دار، قطعوا له ايديه بالبلطه، ببلطه حافيه. ابني قالهم قطعوا اول ايد، قالهم ابني خلوا لي الايد الثانيه، قالوا له لا احنا اليوم حابين نشرب دم. قطعوا الايد الثانيه، كل اللي كانوا في الدار، في كان في الدار اللي اخذوا عليها كمان 8 اشخاص، كلهم اجروا في ابني، كلهم اجروا في ابني. قعدوا كلهم، اول ما فات ابني كل واحد فيهم ضربوا بوكس على وجهه. بعد ما فات اول ايد بلشوا فيه، كان بدهم يتحرشوا فيه. ابني مريض، ابني قاوم، ما رضى انه حدا يقرب عليه. بعدين اخذ ايده واحد اسمه ابو علي الزنخ، مسك ايده وحطها على الطاوله، جاب البلطه ضرب اول، اجى ابني يرفع ايده ثبتوه 7، حط ايده على الطاوله
ضربه قطع ايده، ضل في جزء منها ماسك، مسك البلطة وصار يحف فيها حف، لأنها البلطة كانت حافية. قال له ابني خلاص قطعت ايدي اليمين، خلي لي ايدي التانية. طيب قال له لا، انا اليوم حابب اشرب دم. هاد الولد راه ماشي قتلته جسديا فقط، راه قتلته حتى داخليا. الدري في العمر ديالو 16 عام كان باغي يحقق بزاف ديال الاحلام، ومشاو ليه فرمشة عين بسبب غلطة دارها الاب ديالو. اش دخل الابن؟ اش دخلو بينكم وبين الاب؟ الاب دابا راه مشدود في الحبس، قتل واحد من جماعة ديالكم، ولكن شنو ذنب الابن ديالو؟ كتعرفوا بان العين حق، واي واحد كيصور العراسات سوى درتي عرس واعر خسرتي عليه 8 مليون ولا 10 مليون، المهم بزاف ديال الفلوس، اولا درتي عرس شعبي كما كيديروا الناس القياطن، الهضره فيك فيك درتيها زوينه ولا خايبه. واحد الاخت كانت دايره العرس هي صورات العرس ديالها، عيطت لحنزز تي في، طبيعة الحال هي بغات تفرح بغات تنشط، عيطت لحنزز تي في. بعد شهر من داك العرس ديالها تشلات. وبعض المصادر فاش حطيتها في السطور، جاو عندي شي ناس ساكنين حداهم قالوا لي بان هذاك عنده دخل في السحر، يعني والديها ما بغاوش ديك البنت انها تزوج بداك الدري، ما بغاوش، رفضوا. وهذا الموضوع ديجا دويت عليه في هذا الفيديو، هذا الوالدين تصنتوا لهذا الفيديو هذا لانه مهم بزاف، راه تم دليل قاطع بانكم ما يمكنش تفرضوا على الابن ولا الابنه ديالكم بانكم تزوجوا بشي واحد وما اصلا ما باغينوش. انا ما باغيش واحد بنادمه، انا ما باغيهاش يجي شي واحد يفرضها عليا تما، لا، حيت ماشي انت اللي غتزوج بها، انا ماشي انت اللي غتكمل ماشي انت اللي غتكمل معها حياتك، انا اللي غنكمل معها حياتي ماشي انت، ما علينا. فوالديها ولا المهم على ما حسب مصادر غير موثوقه بان داكشي داخل في السحر، والديها ما بغاوش ديك البنت اصلا من الاول، قالوا لي ما تزوجش بها، يعني الابنه ديك اللي تزوج بها تشلات شلل، ما بقاتش مسكينه باغا تتحرك. والعريس تخلخل مخلخل عقلي صافي، قالوا بدا كيدور مسكينه في الشارع. وديجا حطيت لكم الموضوع ديال السحر، ديجا حطيت لكم الموضوع ديال تاخذوا منه الاحتياطات، ولي شفتو تمرتو بالسحر ها هو الفيديو. داكشي اللي كان كيدير الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي كاين في هذا الفيديو، ما كاينش زياده من راسي، ما زدت لكم حتى شي حاجه من راسي. الموضوع ديال الحجاب ولا كيطرحوا عليه انتقادات بزاف، وحده قالت لهم بان الحجاب يغطي جمال المراه، وحده اخرى قالت لهم بان الحجاب للفقيرات. سبحان الله، واخا جوج هادو شوفوا معايا بعدا، شوفوها مزيان، شوفوا معايا عاوتاني هادي ياك، نزيد لكم وحده اخرى، شوفوا واخا شوفوا معايا عاوتاني هادي، شوفوا فيها مزيان، شوفوا عاوتاني هادي مزيان مزيان. واش هذا جمال يغطي جمال المرأة؟ الحجاب يغطي جمال المرأة؟ غنخليكم نتوما تجاوبوا في لي كومونتير ماشي انا، قولوا لي واش بصح الحجاب يغطي جمال المرأة؟ نهار تكبر وتخونك صحتك غتبقى معاك زوجة، ماشي أي زوجات، زوجة صالحة غتبقى معاك إلى آخر لحظة كما كتشوفوا هنا. خلينا دابا من الوقت صافي، الوالدين ديرهم بحال ماتوا، ولكن غتبقى معاك زوجة صالحة. صدق رسول الله، الدنيا متاع وخير متاعها سير زيد زيد كملوا الزوجة الصالحة. الله يجيب لي مع من. اخبار هاد المره في المغرب، وقعت كسيده بين طوموبيل وموتور، ناضو تما الصداع، ناض الروينه، لا انت اللي دخلتي فيا، لا هو اللي دخل فيه، البنيات المسائل تما. هذاك عيط مول الموتور، عيط للبوليس، مول الطوموبيل تا هو عيط للبوليس، ولكن في الوقيته فاش كيتسناو الوحيد البوليس كيتعطل، في الوقيته فاش كيتسناو البوليس شافتكم واحد المره من الشرجم، اشنو دارت؟ دارت البراد ديالها تاي قهوه مسينات كعكات المسائل تما، باش نزلتهم اليوم وهما كيفطروا تصالحوا. صافي موقع باز، هذا هو المغرب، هذا هو المغرب.
شو هذا وقيت دابا شنو خصنا نشكر؟ واش البوليس اللي تعطل ولا المرأة؟ ولا نشكرهم بجوج؟ ها؟ بمناسبة وصولي لمليون أبوني، شكرا لكم بزاف على مليون أبوني، شكرا على الميساجات ديالكم، شكرا على الثقة ديالكم فيا. اعتراف من عندي أنا، نعترف لكم بواحد الحاجة، أنا ما غاديش نقول لكم كنت كنفرق الأذكار في مكة وجيت جيت المغرب كنت كندير فيديوهات، ما غاديش نقول لكم ما كنتش كنتصاحب، ما غاديش نقول لكم ما كنتش كندير الزبايل، أنا كنت كندير الزبايل، كنت كنتصاحب مع هادي والخرى 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 والخرى. لا راه ماشي رجيت ودرت هاد الفيديوهات، لا راه حتى انا دوزت هادي ودوزت الاخرى ودوزت هادو، المهم كلشي. ولكن تقريبا دابا عام ونص تقريبا الحمد لله، ومازال كندير اغلاط ولكن الحمد لله ما بعدت على داك التخربيق كامل، وماشي كامل 100% ولكن بعض المرات كندير الزيكزاك، راه ماشي تشترك 100%، راه كل بني ادم خطا، كل بني ادم خطا للتذكير فقط. شتي شي نهار مثلا شي وحده ولا شي واحد قال لكم راه كان مع هادي وكان مع الاخرى وكان مع الاخرى، اللي راه كان مالك كان ابوك صالحا، انت هو بعدا راه داير شي حاجه باش يغطي داكشي اللي كان به، انت شنو درتي؟ ها شنو درتي؟ حيت واحد المره واحد الفيديو ديالي شدته واحد الاخت درته عندها في السطوري، ناضت واحد الاخت كنت معاها وباقي عقل عليها، شنو دارت؟ صيفطت لها الميساج قالت لي هذا راه كنت معاك مصاحبه معاه كان كيدير وهذا وهكذا وهكذا وهكذا، نط هي سكرينات الميساج صيفطاتهم لي في انستغرام، قالت لي راه هاد الاخت هادي واش بصح كنتي معاها كذا كذا كذا، قلت لها اه كنت معاها، ومن بعد قالت لي راه هذاك راه كنا ودرنا، قلت لها شوف انا ما تسوقش لها، هي ديك اللي قالت لي ديك اللي كنت معاها ما تسوقش لها، قلت لها شوفي الانسان مع مرور الوقت كيتغير، الا كنتي مثلا منخفض طلع المتوسط، كنتي متوسط طلع الحسن، طلعتي الحسن حسن جدا، من حسن جدا لممتاز، من ممتاز غادي وتطلع غادي وكتغير الاحوال ديالك من حسن الى احسن، ما تبقاش ديما في نفس المستوى. فاي واحد مثلا جا عندكم قال لكم راه شفتو مع هذا ولا كان مع هادي ولا كنت، اعتراف كنت كنا وكنتو وصل ما وصلتو، داكشي علاش شتوني باغي نتزوج مع حدي صغير، كما قلت لكم الا تفرجتوا واحد الفيديو راه قلت لكم باغي نتزوج مع حدي صغير باش نبعد على داك التخربيق كامل، باش ما تجيش شي وحده عاوتاني تبدا تقول لكم لا راه كنت مع هذا وكنت مع الاخر وكنت مع هذا. اعتراف. تخيلوا معايا الوجه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول جابر رضي الله عنه كنت في ليله مقمره، يعني القمر كيبان لك مقاد، القمر كيبان لك اكثر وضوح صافي بالجمال ديالو بكل شيء ديالو، ملي كتشوفوا مثلا كتطلعوا للسطح كتبقاو تتاملوا في القمر كيبان لكم زوين، يا سلام. المهم يقول جابر كنت في ليله مقمره وكان امامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنشوف في السماء كيبان لي القمر، كنشوف في الارض كيبان لي وجه الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول والله لوجه الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر نورا من القمر. يا سبحان الله، صلوا على رسول الله. هاد الصورة كتبين لك بأن بعد جوج دقائق من الموت ديالك كياكلوا عليك كسكسو. واحد الأخ كتب في النمرة ديال الهاتف ديال الزوجة ديالو، كتب فيها وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد المرة سولوه علاش كتبتيها، قال لهم فيما كتصل بيا وأنا في قمة الغضب ملي كنكون مقلق صافي باغي نبرد في شي واحد، كتصل بيا هي كنتفكر ديك وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وكنبرد. عن اي حب تتحدثون؟ المهم انا كنت مقيل لواحد الاخت، ما نقولش لكم شنو سميتها باش ما تشدوش لي الصداع مع ديك اللي كنت معاها، كنت مقيل ليها اللهم اجعلها من نصيبي، فيما كتبغي تعيط ليا هي كنقرا ديك اللهم اجعلها من نصيبي وكنقول امين. او دير عندي بزاف شوف ندوزو الموضوع الاخر، صحاب فري فاير ولا الباوجي، غنوريكم واحد الفيديو اللي غادي يصدمكم بزاف، تفرجوا. من كثرت ما كيلعب الباوجي ولا فري فاير صافي تعوق مسكين ديرها تعوق. المهم تاكدوا لي من هذا الفيديو، انا ما متاكدش بان هذا الفيديو حقيقي ولا لا، كتبوا لي في لي كومونتير واش حقيقي ولا لا، حيت انا ما متاكدش. شاب جزائري في العمر ديالو 26 عام تزوج واحد البريطانية في العمر ديالها 89 عام، هاد المرأة كتقدر الثروة ديالها
253 مليون يورو. ولكن فاش جاو سولوه قالوا لي واش زعما واش كتبغيها ولا بغيتي غير فلوسها؟ اش قال لهم هو؟ قال لهم لا، انا ما كنهتمش للفلوس ديالها بصفه نهائيه، انا كنهتم بالجمال ديالها، بالحب ديالي ليها. الله عليك، الله على قيس، الله على قيس وليلى. زعما ما مهتمش بزاف ديك 253 مليون يورو. احياني عليك، احياني عليك. اي 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 واحد الظاهره اللي ولات بزاف شي اخوان واش عزيز عليهم الدل ولا ما عرفتش شنو كيديروا، كيمشيو عند الدريات شنو كيقول بغيت نولي كلب ديالك، بغيت نولي عبيد ديالك، بغيت نولي، بغيتك تولي انت اميره انا كلب ديالك. دراري واش ولينا لاعبين ناقصين؟ واش وصلت بكم الحاله بانكم تمشيو عند الدريات الميساجات ولا تقدر كاع شي وحده تبغي داكشي وتصيفط ليه وتصيفط له لوكاليزاسيون وتمشي عندها ودير حس ليها فرج ليها؟ شاد شاد الدراري ما لقيتش ما نقول في هذا الموضوع، هذا الشيء هذا الموضوع بالضبط ما لقيتش ما نقول. حتى الدراري راه كيوصلهم ميساجات بحال هكا، راه وصلني ديجا هذا الميساج بحال هكا، بنت ولا ما عرفت شكون هذا اللي مصيفط ليا قال لي انا بغيت نولي الكلبه ديالك، انا بغيتك تجي عندي ولا نجي عندك انا ولا نتلاقى ولا ما هذا الموضوع بالضبط ما لقيتش ليه شي تفسير، تفسير 100% ما لقيتش ليه. واش حتى نتوما تصادفتوا مع بحال هاد الميساجات هاد؟ الا كنتو تصادفتوا كتبوا لي في لي كومونتير. واش شاركين في هذا الفيديو هذا، ما تنساوش ديروا لايك، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.